إسحاق الفياض هو أشهر المراجع بعد السيستاني، رجل لا يحسن قراءة القرآن ولا النطق بالعربية. والعمل بها هو حقيقة التقوى والاجتناب عن المحرمات الإلهية هي حقيقة التقوى. لا لا لا، يعني مو سبق لسان، هذا كررها مرتين. تقواي هذه شنو يا شيعة؟ هذا إسحاق الفياض أشهر مراجعكم على الإطلاق. وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله. وتألف قرآن بعد؟ وين حاطينك مرجع حسبي الله عليك؟ هذا مرجع تقوم فيه الحجة يا شيعي؟ وين عقلك؟ وين عقلك تخلي واحد مثل هذا يضلك؟ وشلون تفكيرك؟ هذا مو عارف لا لغة لا قرآن لا شيء.